أنشئ 1908، طوله 535 متر وعرضه 20 متر. ده كوبري الجيزة اللي الناس لسه بتقول عليه كوبري عباس. اتسمى باسم الخديوي عباس حلمي الثاني، بس اتغير الاسم بعد ثورة يوليو 1953 وبقى اسمه كوبري الجيزة. شهد عمليات كتيرة من الترميم، علشان كده بعد 60 سنة اتبنى كوبري جديد مكان القديم وافتتح 1971. شهد الكوبري مظاهرتين، مظاهرة 13 نوفمبر 1934 اللي كانت اعتراض على وقف العمل بنظام دستور 23 ودستور 30. في 9 فبراير 1947 هتفوا عليه المتظاهرين الجلاء بالدماء بسبب عدم تنفيذ انجلترا وعودها رغم انتصارها في الحرب العالمية الثانية. وأصبح كوبري عباس شاهد على أعنف المظاهرات بين الطلاب والشرطة.